وبركاته. اليوم طبعا طلاب الصف الأول المتوسط أيضا عندنا درس جديد اللي هو موضوع الجملة الشرطية. هذا الموضوع طبعا أكيد موجود في الوحدة السابعة من ضمن المواضيع القواعد، موجود إن شاء الله راح اليوم نشرحها ونتحدث عنها بصورة مفصلة بإذن الله. طبعا مبدئيا قبل ما نبدأ نحن لازم نعرف أن جملة الشرط هي تتكون من 4 أقسام أو من 4 أنواع. عندنا جملة الشرط الصفرية اللي هي تسمى بالزيرو كونديشنال، عندنا جملة الشرط الأولى اللي هي الفيرست كونديشنال واللي هي موضوعنا اليوم مثل ما تشوفون أمامكم فيرست كونديشنال، عندنا أيضا جملة الشرط الثانية اللي هي السكند كونديشنال، وعندنا جملة الشرط الثالثة اللي هي ثيرد كونديشنال. فنحن باللغة الإنجليزية عندي 4 أنواع من الجمل الشرطية، 4. أنا حاليا بالصف الأول متوسط، يعني مطلوب من عندي فقط اللي هي جملة الشرط الأولى فقط هذه. أما مستقبلا فممكن نتوسع أكثر فناخذ الأولى والثانية بعدين ناخذهم 4، فهذه إن شاء الله بالمراحل القادمة بإذن الله. أما حاليا بالأول المتوسط فأنتم فقط مطالبين بجملة الشرط الأولى. مبدئيا خلينا نفهم شنو كلمة شرط أو شنو جملة شرط، حتى بس يعني يصير عندنا مفهوم جملة الشرط، يعني شنو الفكرة من عندها. جملة الشرط بكل بساطة طلاب إنه أنا عندي شرط وعندي نتيجة، يعني أنا عندي فد، يعني مثل ما نقول أقلك إذا درست ستنجح، يعني هذا عندي شرط، إذا درست راح تنجح. إذا مثلا قلت إذا سويت فلان شيء راح أعطيك مكافأة، مثلا إذا حليت الواجب أعطيك مكافأة، إذا ما حليت الواجب مثلا راح أعاقبك. فهنا دائما تحس إنه إيش، تحس إنه أكو شرط ونتيجة، شرط ونتيجة، هي هاي الفكرة إنه أنا أشرط عليك فد شيء معين، هذا الشرط إذا تحقق أو ما تحقق له عواقب أو له نتيجة، ممكن تحصل ممكن لا، حسب طبعا حسب الجملة وحسب الموضوع أو حسب فكرة الجملة. يعني هذه بالنسبة لي إيش، بالنسبة لي فكرة جملة الشرط يعني بصورة عامة. أما من نجي على جملة الشرط الأولى تحديدا فهي مثل ما تشوفون يقول تستخدم هذه الجملة للتحدث عن أحداث مستقبلية محتملة الحدوث. يعني الشرط أو النتيجة مالتنا راح تكون بالمستقبل، يعني محتملة الحدوث. يعني مثل ما يعني اعطيت مثال قبل شوية قلت إذا درست، يعني بين قوسين إذا درست الآن ستنجح في المستقبل. فإذا الشرط يعني أو الجملة هي تتحدث عن شيء محتمل الحدوث في المستقبل. إذا درست الآن ستنجح إن شاء الله مثلا في الامتحان الوزاري اللي هو بعد ما وصلنا، بعد ما امتحنا في المستقبل. فهذا يتكلم عن إيش؟ هاي الجملة تتكلم عن شيء محتمل الحدوث، possible events in the future، يعني شغلات محتملة، محتملة الحدوث في المستقبل. هذه من ناحية معنى جملة الشرط الأولى تحديدا. أما لو نجي على القاعدة فتشوفون القاعدة هنا عندنا طبعا عندنا if. خاف تتساءلون شنو الاف؟ نحن دائما كطلاب وكمدرسين نسميها اف الشرطية، اف الشرطية. يعني أبسط شيء أنا من أعطيتك مثال أقول إذا درست، فهاي إذا هي الاف، يعني هاي تعتبر الشرطية اف. فأنت من الامتحانات مستقبلا من تشوف كلمة اف في جملة تعرف أنه هذا موضوع الاف الشرطية معناته جملة الشرط، لأنه هي هذه الاف تستخدم مع جملة الشرط فقط. يعني بصورة عامة من تجي بالقواعد أتكلم خلاص هذه جملة الشرط. فأهم فقرة شنو؟ أهم فقرة تعرف أنه الإف لازم يجي معها جملة مضارع بسيط. جملة إف اللي هي جملة الشرط، طبعا هي جملة الشرط تتكون من جملتين، عندنا جملة شرط وجملة نتيجة. جملة الشرط اللي هي بها الإف لازم يكون زمنها مضارع بسيط، لازم يكون زمنها مضارع بسيط present simple. واللي ما يعرف شنو مضارع بسيط فهذا الطالب يحتاج ايش، يحتاج يسوي مراجعة سريعة على المضارع البسيط. المضارع البسيط حتى بس اذكركم به، القاعدة مالته هي عبارة عن الفعل لازم يكون اما يكون مصدر او بينه اس الشخص الثالث. يعني شلون؟ يعني قلنا مع الاي والوي واليو والذي، عيدها مرة ثانية، اي وي يو ذي، هذول الضمائر يعني اللي هو يعني او بين قوسين الاسم الجمع ياخذون فعل مجرد خالي من الاضافات، فعل مجرد خالي من الاضافات مثل study مثل work مثل clean مثل come مثل write، فعل ما بإضافات. اما لو كان عندك الفاعل هي او شي او ات او اسم مفرد فهنا الفعل مالتك لازم يكون بينه اس الشخص الثالث. فمثلا
البلاي راح يصير بلايز، الاستادي راح يصير ستاديز، الورك راح يصير وركس، الرايت راح يصير رايتس، وهكذا. فهي تعتمد على الفاعل. اذا كان الفاعل من جماعه الاي وي يو ذي، الفعل مالك راح يكون مجرد. واذا كان الفاعل مالتك هي وشي وات، فالفعل مالتك راح يكون بين واس الشخص الثالث. فجمله المضارع البسيط او زمن المضارع البسيط هي هاي قاعدته. قاعدته عباره انه انت يا تستخدم فعل يكون مجرد مع الاي والوي واليو والذي، يا اما الفعل مالتك يكون بين واس الشخص الثالث مع الهي والشي والات. هذا مختصر مفيد لموضوع المضارع البسيط. زين، هو قال لي انه الاف لازم يجي معها مضارع بسيط، يعني الاف لازم الفعل مالتها، يعني الجمله الفعل مال هاي الجمله لازم يكون اما مصدر او اس الشخص الثالث. فشوف الجمله الاولى، يقول له اف يو كلين ذا روم، اف يو كلين ذا روم. فتلاحظ هنا مع الاف ايش جاني؟ جاني الفعل كلين، فعل مجرد. ليش؟ لانه الفاعل يو. ولو كان الفاعل ذي نفس الحاله، ولو كان الفاعل اي نفس الحاله، فكل والوي ايضا، فكلهم ياخذون فعل مجرد. بينما لو نجي على الجمله الثانيه، تلاحظون في شي ستاديز هارد، الاف هنا شو استخدم معاه؟ استخدم معاه فعل بينو اس الشخص الثالث. السبب لان الفاعل شي، لانه احنا قلنا الهي والشي والات ياخذون فعل بينو اس الشخص الثالث. فاذا شنو اللي يميز المضارع البسيط البريزنت سمبل؟ اللي يميزه شنو؟ اللي يميزه انه الفعل مالته اما يكون مجرد مثل ما عدنا بالجمله الاولى كلين، او انه يكون بينو اس الشخص الثالث مثل الفعل ستاديز. فهذا المختصر مفيد للمضارع البسيط. زين، انا تكلمت فقط عن الجزء الاول من جمله الشرط، اللي هي جمله الشرط نفسها، اللي هي جمله اف. اما الجمله الثانيه اللي احنا قلنا الجواب او النتيجه، هذه لازم يكون زمنها بالمستقبل، واللي هو طبعا المستقبل باستخدام ويل، مثل ما تشوفون ويل. طبعا جمله المستقبل راح تخلي هنا اي فاعل سبجكت، اي فاعل بكيفك، مفرد مؤنث جمع مذكر، ماكو اي مشكله. البعد هيهمني انه لازم يكون عندك will زائدا فعل مجرد، will زائدا فعل مجرد. شوف المثال، if you clean the room، if you clean the room. تلاحظ هنا ان clean فعل رئيسي مصدر مجرد والفاعل you، فاذا هذه مضارع. النتيجه مالته شنو؟ I will reward you. شوف هنا استخدم will reward، will زائدا فعل مجرد، will reward you. شوف الجملة الثانية، she will pass the exam، هي سوف تنجح في الامتحان. she will pass the exam، هنا شوف استخدم will زائدا فعل مجرد، if she studies hard، وهنا جت وراها فعل بينو اس الشخص الثالث. اذا انتم حاليا مطالبين بشنو بعد هذا الكلام كله؟ مطالبين بشغلة واحدة، ان انت تسوي علاقة ربط بين الفعل مال جملة if وبين الفعل مال الجملة الرئيسية اللي نحن سميناها جملة النتيجة. يعني شنو؟ يعني اريدك تربط الفعل اللي هو الفعل الرئيسي اللي موجود بالجملة اف اللي هو الكلين، راح اسويه مثلا باللون الاحمر، تربطه مع الفعل الرئيسي او يعني الفعل اللي موجود بالجملة الرئيسية اللي هو will reward. فاذا العلاقة واحد معتمد على الاخ. يعني إذا كان عندك الإف معاها مضارع بسيط، يعني فعل مصدر أو أس الشخص الثالث، فمقابلها لازم تكون الجملة إيش؟ لازم تكون بها ويل زائدا فعل مجرد. والعكس صحيح، إذا كان عندك مثل الجملة الثانية، إذا كان عندك ويل زائدا فعل مجرد، فبالمقابل لازم يكون عندك فعل إما يكون مصدر أو أس الشخص الثالث. خلي ببالكم طلاب، أخاف مرات تتوهم يعني إنه يعني تضيع، مثلا أخلي الويل هنا لو أخلي الويل هناك، اخاف شويه يعني تلتبك عندك الامور او تتخربط الامور عندك. فتذكر ان الاف ابدا ما تاخذ ويل، الاف ابدا ما تاخذ ويل. فاخاف يعني مرات تتوهم تخلي الويل مع جمله اف، فاعرف انه شغلك غلط، لان الويل ما تجي مع الاف نهائيا، ابدا ما تجي مع الاف. فخلي ببالك انه الاف تاخذ اما فعل مجرد او بينو اس الشخص الثالث، بينما الجمله الثانيه تاخذ ويل زائدا فعل مجرد، تاخذ ويل زائدا فعل مجرد. الشغله الاخرى اللي بس حبيت اذكركم بها ونبهكم عليها، انه مو بالضروره انه الاف، يعني هنا أنا بالقاعده اذا كتبت الاف انه تجي بالبدايه، بس بالحقيقه مو بالضروره انه دائما تجي بالبدايه. ماكو يعني ماكو هذا يعني هذا الشيء، ممكن تجي بالبدايه ممكن تجي بالوسط. فاي شلون يعني؟ يعني شوف هذا المثال الاول،
If you clean the room, I will reward you. يعني يقول إذا نظفت الغرفة سأكافئك. Reward يعني يكافئ. ممكن أعكسها بالعكس، يعني ممكن شنو إيش أسوي؟ هاي الجملة ممكن أحولها بالبداية. فصارت الجملة I will reward you if you clean the room. يعني صارت سأكافئك إذا نظفت الغرفة. فإذا جملة الشرط ممكن أقدمه ممكن أخره، ماكو مشكلة. مثل ما قلنا إذا درست ستنجح، ممكن أقول ستنجح إذا درست، فماكو إشكال. فهذا خلوه ببالكم، بس المهم إنه الإف يجي معاها مضارع بسيط. هذه لازم تثبتوها نقطة ثابتة ما تغير. يعني بغض النظر إنه الإف جد بالبداية جد بالوسط، بس إنه لازم جملة إف اللي تجي مع الإف لازم تكون مضارع بسيط، يعني مصدر واسم الشخص الثالث. أما الجملة الثانية اللي هي ممكن تكون بعدها أو قبلها، فهذه راح تكون will زائدا فعل مجرد. زين، هذه كل الكلام هذا اللي هنا اللي موجود هو نفس الشرح اللي أنا جاي أشرحه لكم. نجي الآن إلى الأمثلة الامتحانية. الأمثلة الامتحانية شو يسوي؟ أنا ليش قلت لكم لازم تخلي بالك العلاقة بين جملة if إنه الفعل ما يكون مضارع أو اسم الشخص الثالث، والجملة الثانية لازم يكون بها will زائدا فعل مجرد. هو بالامتحان شو يسوي؟ بالامتحان ينطيك مثلا، يعني مثل المثال الأول، جملة if ينطيك ما بها غلط. شوف if you lend me your camera، جملة طبيعية ما بها غلط. يرجع بالجملة الثانية يقول له I help you with your homework. الفعل بين قوسين help يقول لك correct the verb، صحح الفعل. correct the verb، صحح الفعل. فأنت هذا الفعل على أي أساس تعتمد؟ أول شيء أنت راح تعتمد النقطة الأولى أنه راح تشوف كلمة if تعرف أنها جملة الشرط. النقطة الثانية راح تشوف أنه مع الاف أكو عندي فعل مجرد، مع الاف هناك فعل مجرد اللي هو lend. فإذا ما دام أنا عندي if ويجي معاها فعل مجرد، إذا المفروض بالمقابل أكو will زائدا فعل مجرد. فإذا الhelp راح تصير will help. فإذا هنا ايش جاي يسوي؟ ينطيك فعل صحيح ما بيشي ما بيخطا، وبالمقابل ينطيك فعل خاطئ. فأنت على الفعل الصحيح تجيب الخاطئ، يعني تصحح الفعل الخطأ. فمثل ما قلت لك عندك مضارع بسيط مصدر واسم الشخص الثالث، فمقابله أقول زائد فعل مجرد. فأنت من شفت المضارع البسيط اللي هو المصدر واسم الشخص الثالث استنتجت أنه بالمقابل لازم يكون عندي will زائد فعل مجرد، والعكس صحيح. يعني مرات تشوف أنه will زائد فعل مجرد موجودة بس بالمقابل الفعل المضارع البسيط بخطأ، فأنت هذا الفعل لازم تحوله إما مصدر أو اسم الشخص الثالث حسب ما موجود بالجملة. يعني مثل الجملة الثانية يقول she will travel to Erbil، هي سوف تسافر إلى أربيل. if she get the security pass first conditional، طلب من عندك سويها جملة شرط أولى. هنا لا تلاحظون عندك ال will travel، will زائدا فعل مجرد. إذن هذا المفروض الطالب من يشوفه شي يستنتج، وخصوصا بعد ما يشوف كلمة if يستنتج أنه ما دام ال will زائدا فعل مجرد موجودة بالبداية، فإذا المفروض بالمقابل لازم يكون عندي مضارع بسيط. وقلنا أرجع وأكرر للمرة العاشرة يمكن، المضارع البسيط يعني بين قوسين أنه الفعل مالتك إما يكون مجرد أو يكون مضاف له اسم الشخص الثالث، واحد من ذوي الاثنين مو أكثر. المضارع البسيط اللي هو present simple، إما يكون الفعل مالتك مجرد أو بأس الشخص الثالث. فهنا عندك الفاعل شي، فالشي هل تأخذ مجرد ولا اسم الشخص الثالث؟ فالمنطق يقول لا، أنه قلنا الهي والشي والإت تأخذ فعل بينه اس الشخص الثالث، فالجت راح تتحول إلى gets. الجت راح تتحول إلى gets. فهنا تلاحظنا الجملة الأولى كانت if ما بيها خطأ، بينما جملة النتيجة كان بيها خطأ، فنحن صححنا جملة النتيجة على جملة if. من شفنا بجملة if إنه أكو فعل مضارع بسيط، فعلى هالأساس سوينا الجملة الثانية بيها will. النقطة الثانية بالعكس، من شفنا إنه جملة النتيجة بيها will زائدا فعل مجرد، فاستنتجنا انه جملة if لازم تكون مضارع بسيط، والمضارع البسيط قلنا لازم يكون بينه مصدر او اسم الشخص الثالث، فهذا حليناه بهالطريقة. الجملة الثالثة هنا ايش سوى؟ انطاك الفعلين خطأ من الاخير، هذا اصعب ما يكون قد يجيك بالامتحان، انه الفعل مع الاف خطأ والفعل مع الجملة الرئيسية ايضا خطأ، فاثنيناتهم خطأ. فهنا لازم ايش؟ لازم انت تكون حافظ للقاعدة اصلا، وهي القاعدة مثل ما قلنا انه الاف. فلما نجي مثلا انت هنا عندك if، if لازم قلنا يجي معاها مضارع بسيط، فهنا عندك الاف عندك الهاف. الهاف اوكي هو مجرد، بس هل هو الصح؟
وخصوصا انه انت عندك شيء، الشيء ما تاخذ فعل مجرد، لانه قلنا الهي والشيء والات تاخذ فعل بينؤسس الشخص الثالث. فشلون احول الهاف الى اس الشخص الثالث؟ بكل بساطه راح اقول هاز، ما اقول هافز، دير بالكم، يعني ما اضيف الكلمه هاف اضيف لها اس، ماكو اكثر شيء، لا، انه الهاف انه حتى احولها الى اس الشخص الثالث راح تتحول ذا كلمه هاز. بما انه الاف اخذت مضارع حولناها الى هاز، فبالمقابل الباي لازم شو اسوي؟ لازم اضيف له كلمه ويل فتصير ويل باي، ويل باي. النقطه الرابعه والاخيره يقول will you go to Ali's party if he sends you an invitation. فهنا بما ان انت عندك بالمقابل عندك will زائد فعل مجرد go، يعني طبعا جمله استفهاميه، فقدمنا الفعل المساعد على الفاعل اللي will you. Will you go to Ali's party if he، هنا عندك he، زين انا عندي will، قلنا المقابل will لازم يكون عندي مضارع بسيط مصدر او اسم الشخص الثالث. هل اختار مع الهي اختار send؟ لو sent لو sends الجواب اكيد راح يكون sends اس الشخص الثالث. ليش؟ لانه الفاعل عندي هي، واحنا قلنا الهي والشي والات تاخذ فعل بينه اس الشخص الثالث، هي وشي وات تاخذ فعل بينه اس الشخص الثالث. اما لو كان هذا الفاعل هذا الهي لو كان اكو بمكانه مثلا اي، لو كان بمكانه يو، لو كان بمكانه ذي او وي، لكان اختارينا الجواب send لانه فعل مجرد. فهذا بس الفرق بين الاثنين. اتمنى يكون الدرس واضح، وهذا طبعا بالملزمه موجود امامكم بالاسفل شرح لطريقه الحل اللي يعني انا توتني شرحتوها، فممكن تقراها ايضا وتطلع عليها خطوه بخطوه مع جمله جمله، راح تشوف انه احنا شلون حلينا هاي الجمل وكيف حليناها. قبل كل شيء حتى بس يعني يكون عندكم فكره مهمه، انه انت اذا ما ضابط المضارع البسيط فهي مشكله. فانت قبل لا تدخل على هذا الموضوع انت المفروض تسوي مراجعه للمضارع البسيط، وانا سويت لك مراجعه بالبدايه مراجعه سريعه، بس ممكن انت ايضا تراجعه اكثر. طبعا هو من اول المواضيع اللي اخذناها بدايه السنه اللي هو المضارع البسيط بريزنت سمبل، فممكن تسوي لك مراجعه شويه تراجع الموضوع تشوف القاعده مالته، راح تشوف انه الاي وي وذي وراها فعل مجرد، وتشوف انه الهي والشي والات وراها فعل بينه اس الشخص الثالث. بعد ما تضبط المضارع البسيط تعال ادخل هنا. اما جمله المستقبل اللي هي مع الويل زائد فعل مجرد، فهي جمله سهله ما بيها مشكله، بس مجرد انه تخلي الويل زائد وراها فعل مجرد وانتهى الموضوع. فحتى تضبط لازم يكون عندك ضبط لموضوع المضارع البسيط وموضوع المستقبل البسيط، بعد ذلك راح تكون المساله سهله جدا امامك، وتصير الشغله صار يعني جدا سهله باذن الله. الى هنا انتهينا من درسنا لهذا اليوم، اتمنى يا ربي شلون يعني تكونون افتهمتم على هذا الدرس واستفاديتم. إذا حبيتم الفيديو سوي إعجاب، سوي مشاركة وتعليق بالقناة تشجيعا لنا نستمر بالمزيد إن شاء الله. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.